يقول طير السعد من كفه الدم شلال بالمخلب الصاطي عطيب المضاريب، ولا يغرك بالرخم كبر الأزوال كبر النسور المهدفات المحاديب. طيور الإحرار إلها مكانة وتعبار، وقدره يعرفه من عاش معها، قدره يعرفه صاحب الميز والكار ليذعذع الوسمي شنوده جمعها. أينما كنتم أحبتي ومتابعي قناة الصيد والمقناص، حياكم الله جميعا، طبتم وطاب يومكم بكل خير. على خيرة الله نبدأ، وقبل أن نبدأ أتمنى منكم زيارة القناة والاشتراك وتفعيل زر الجرس، فضلا وليس أمرا أتمنى منكم أن يصل هذا الفيديو إلى 2000 لايك دعما لنا لكي نستمر معكم بكل جديد، حياكم الله. أحبتي، في موضوعنا اليوم طريقة صنع شبك الحمام. لهذه الطريقة عدة أشكال وعدة أنواع، وكل طاروح يختلف عن الطاروح الآخر بوضع لمسات تميزه عن الآخرين. أحبتي وأخوتي، إن شاء الله تكون الصورة واضحة وكاملة لكم، وقدر المستطاع سوف أقوم بتبطئة العمل لكي تتضح لكم الصورة بشكل واضح وكامل. أحبتي، كما ذكرت لكم سابقا، طريقة الجدل هي كطاروح مبتدئ سوف بالبداية تواجه صعوبة، ولكن عبر التجارب وعبر مثل ما نقول الممارسة فإيدك راح تاخذ لحالها، وهي هو أمر ليس بالصعب ولكن سهل جدا. أيضا بعض الأخوة يتساءل عن طريقة وضع المطاط، المطاط الذي يوضع تحت جناح الحمامة أو القمري أو أي طريدة سوف تقدمها للشاهين، وهذا مثل ما نقول الشبك الذي يضع على ظهرها. أخوتي، عدة فيديوهات شاهدتها في بعض القنوات يقومون بصناعة عدة أنواع من الشبك بأشكال مختلفة، لكن الذي لفت انتباهي ونظري إلى أن هناك الكثير من الأخوة الذين يقومون بصناعة هذه الأشكال، وهي أشكال جميلة، ولكن لا يضعون طريقة وضع المطاط للأخوة المشاهدين. فأدخل للتعليقات أشاهد أن أغلب الذين دخلوا إلى هذا الفيديو يتساءلون كيف يتم وضع المطاط في هذا الشكل. فأخوتي، في هذا الفيديو سوف أوضح لكم طريقة وضع المطاط الذي يوضع تحت جناحي الحمامة. هذا المطاط الذي عندما يتم ضرب الشاهين للحمامة ويتم تعليق رجلي الشاهين بالعيون، سوف يتم فصل الشبك عن الحمامة، فتبقى الشبكة برجل الشاهين والحمامة تحت أو أسفل الشاهين مثل ما نقول، ولكن ليست بشكل حر وإنما مربوطة بخيط. هذا الخيط والأفضل هو يكون خيط قطن يتم وضعه، هناك عدة أنواع من الخيوط القوية التي يتم ربطها في المطاطة. فعندما كما ذكرت لكم يتم ضرب الحمامة، سوف يتم فصل الحمامة عن الشاهين، سوف يبقى الشاهين برجله الشبك والحمامة سوف تبقى تحت الشاهين ولكن بالخيط الذي يتم ربطه بالمطاطة. فالمطاطة تعمل على اختلال توازن طيران الشاهين ومن ثم نزوله إلى الأرض مباشرة، فسوف تقوم بالارتفاع والنزول والارتفاع والنزول، وهي من مجرد اسمها مطاطة فتقوم بالشد والرخي ومن ثم نزول الشاهين بشكل سريع إلى الأرض، خوفا على نفسه من أن يتم ارتطامه بالأرض وكسر ريشه. فكما تعلمون أخوتي أن الشاهين ريشه هو أرق من الزجاج، فلذلك يتم نزول الشاهين بشكل مباشر إلى الأرض. بعض الأخوة من يضع خيوط قوية بدل المطاط، وهذه الطريقة خطأ ولا أفضلها نهائيا مطلقا. عند ضرب الشاهين للحمامة لا يتم فصل الحمامة عن الشبكة بطريقة سهلة، بل صعبة جدا. ولب الموضوع عندما يتم ضرب الشاهين للحمامة هي أن مثل ما يقول لك ضربة هواء، والهواء هي شنو؟
مجرد ما ضرب الشاهين علق، فصلت الشبكة عن الحمامة، وهاي الطريقة الأفضل اللي راح تريحك، واللي راح تأدي إنه الشاهين ما يطير لمسافات بعيدة، وراح يتم نزوله مباشرة إلى الأرض نتيجة اختلال توازنه من المطاط الذي سوف ترفع الحمامة إلى الأعلى وتنزلها إلى الأسفل. فأحبتي إن شاء الله تكون لكم الصورة واضحة وكاملة عن طريقة صنع الشبكة. والشبك عدة أشكال، وهناك عدة طرق أيضا، سوف أقوم لكم إن شاء الله بتنزيل هذه المواضيع عن طريقة صنع الشبك بطريقة الدفن والحبك، وهناك عدة طرق، لكن نحن نختار لكم الأسهل والأيسر. لكن إن شاء الله بعد هذا الفيديو ننزل لكم موضوع طريقة صنع أيضا شبك حمام، ولكن بطرق مختلفة عن هذه الطريقة. أحبتي أتمنى منكم ألا تبخلوا علينا بالإعجاب واللايك، إن لم تكن مشترك في هذه القناة فاشترك، الزر أسفل الشاشة كما تشاهد باللون الأحمر الاشتراك. أتمنى منكم ألا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الشعار بكل جديد. حياكم الله أحبتي أينما كنتم، وفالكم الناذر في الموسم القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.